معلش كنت قافل المايك طب مساء الخير كل الصديقات والاصدقاء أه رحلتي الجزء الثاني مع الاستاذ احمد حلقان ف على المسرح يا مساء الفل صديقي العزيز يا مساء الورد اهلا وسهلا <applause> طيب أه مباشره في في الموضوع شوف احنا انتهينا فين المره اللي فاتت وحابب تحكي لنا تقول لنا ايه عن رحلتك اللي اخترت ليها عنوان ان في 12 سنه عكس التيار فاتفضل صديقي. عكس التيار لان المجتمع ما كانش متوقع من أو مش ما يتوقعش من حد اصلا ان هو ان هو يمشي في في التيار المعاكس تماما يعني في تيارات كتير في في بلدنا لكن في النهاية الحاد يعني ما فيش حد بيجاهر بيه تقريبا في الفترة اللي أنا كنت بدأت أجاهر بيه فيها فعشان كده أنا اخترت عكس الـ سمي الحلقة عكس التيار لأن أنا فعلا سبحت عكس التيار تماما يعني طبعا أنا بقى مش لوحدي يعني بعد كده في شباب كتير تانيين اعلنوا لحدهم و... وعملوا طبعا يعني برامج على اليوتيوب وكتبوا في كل أنحاء البلاد ناطقة باللغه العربيه يعني في الفتره دي كان في خطوره جديده جدا على يعني اي حد يسلك الطريق ده خطوره على حياته يعني قبل اي حاجه تانية يعني ممكن هو في لحظه يلاقي نفسه خسر حياته يعني يستهدفوه لان الراسخ عندنا في المجتمعات بتاعتنا ان من بدل دينه فاقتلوه وده دي مساله ما كانتش يعني شبه محل شبه عليها اجماع في البلاد بتاعتنا من بدل دينه فاقتلوه ان اللي يسيب الدين يستاهل ان هو يتقتل مش يستاهل اي حاجة تانية اقل من كده آه... طبعا كان في ضغوط كتير جدا على الواحد بحيث ان هو يعني آه يرجع لل... للدين وتهديدات ولو ما رجعتش للدين آه... هنقتلك مثلا كان بتجيلي تهديدات كتير جدا 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 يعني سواء بتوصلني بقى في رسائل او بشكل مباشر احيانا او أه لكن انا برضو أه وجدت برضو من بعض يعني المشايخ مثلا في الازهر او بعض السلفيين او كده رغبه في الحوار فانا قابلت في في الفتره اللي عشت فيها في مصر كتير من المشايخ المشهورين وغير المشهورين من الازهر او من السلفيه او من الاخوان او من غيرهم وتحاورت معاهم بكل جرأه يعني وكلمتهم عن الدين بكل ما يعني بكل ما يعني بكل يعني بنفس الطريقه اللي انا بستخدمها في الكلام دايما عنه يعني من غير تحفظ يعني وبكل ثقة أيضا أنا بس معلش عشان بيعمل وش لما باجي أفتح بس كنت عايز أنك أنت تبدأ تحكي لنا عن أول مثلا لقاء وتاني لقاء يعني تحكي لنا شوية عن اللقاءات دي إزاي كانت بتتنظم هما كانوا بيوصلوا لك إزاي وإنت كنت مرحب كنت بتروح ما كانش عندك قلق فانا عايز اقول كل الاسئله عشان بعد كده هو الصوت ما يبقاش فيه صدى ومشاكل. لا خد راحتك لا معلش مشكله الصوت دي من عندي أه... اول شيخ قابلته انا حكيت عنه المره اللي فاتت اللي هو كان الشيخ ياسر برهامي ولقائي معاه حكيت عنه انا من من المشايخ اللي قابلهم مش فاكر الترتيب بالظبط بقى بس من المشايخ اللي انا قابلتهم في مصر رحبوا جدا بالحوار معايا كان الشيخ الحبيب علي الجفري والشيخ اسامه الازهري ومشايخ تانيين من الازهر يعني يعني منهم من اذكر اسمائهم ومنهم من لا اذكر اسمائهم يعني زي الشيخ خالد عمران امين لجنه الفتوى الشيخ محمد داود بالنسبه للشيخ من الحبيب علي الجفري يعني اول مره كنت ألتقيه كان في الـ كان يعني دعا ان عدد من الملحدين الى الالتقاء بيه هو عنده شقه في الحسين قدام مسجد الحسين كده فهو تواصل معايا وقال لي يعني يا ريت نلتقي بيكم والدعوه مفتوحه لكل الملحدين اللي عايزين يشاركوا اللي عايزين يشاركوا هو فوق ام إن, ان الشقه بتاعته ما الملحدين اللي جم هي تحت كلها اتملت ملحدين وملحدات عن بكره ابيها يعني يعني كنت حوالي كام؟ لا كتير قوي كنا كتير جدا مش فاكر العدد بالظبط يعني فوق ال 30 ولا فوق ال 50 لا فوق ال 50 اظن طبعا فوق ال 50 لا عادي كنا عدد كبير جدا هو المكان ما اقدر كل اللي فوق ملحدين ولا في متفرجين مشاهدين لا. لا لا هي كانت هو كان قال لي تدعو الملحدين فقط وكلهم كلهم كانوا ملحدين وملحدات آه وكان الشيخ اسامه الازهري موجود وكان الشيخ آه اسمه خالد عمران برضو موجود بتاع رئيس لجنه الفتوى وكتير من مشايخ الازهر وحصلت مناقشه مناقشات ما بينهم يعني ما, يعني ما بين الشباب وبين المشايخ دول يعني وكانوا برضو الشباب كلهم عندهم نفس الجرأة في طرح الـ الافكار يعني قبليها كنت التقيت برضو بالجفري يعني قبل قبل اللقاء ده كنت التقيت بيه في مره برضو يعني في لوحدنا يعني وحصل حصل ما بيننا نقاش طويل حوالين الدين وانا اللي انا فاكره من النقاش ده ان الشيخ الحبيب علي الجفري قال لي ان هو مش ضد نظريه التطور ان هو مقتنع بنظريه التطور. ودي حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لي يعني استغربت جدا. لان يعني هو عمره ما قال كده في في التلفزيون مثلا او في كتاباته حتى او كده. استغربت فهو قال لي انا لما كان الرئيس الشيشاني دعاهم هو دعاه هو وعدنان ابراهيم لافتتاح مركز اسلامي في جروزني فهو التقى بعدنان بعدنان ابراهيم بعت لهم الرئيس ده طياره خاصه ده في النمسا وده بعت طياره خاصه مش عارف كان فين الشيخ حبيب عبد الجفري وداهم لحد لحد هناك يعني وحبيب عبد الجفري قال لي ان هم عرضوا يعني ان الرئيس الشيشاني عرضوا عليه عرض عليه مبلغ كبير جدا هو ذكر لي المبلغ يعني مبلغ ضخم يعني وقال لي ان هو رفضه يعني الشيخ قال لي انا رفضت المبلغ ده لكن لكن هو على الأقل يعني ما رفضش الرحلة طبعا حقه يعني لكن قال لي ان هو لما التقى بل... بعدنان إبراهيم في ال... في ال... في جروزني عدنان إبراهيم كلمه في موضوع التطور ده شرحه له فهو قال لي انا فهمت النظرية من الشيخ عدنان إبراهيم مباشرة أو من الداعية عدنان إبراهيم مباشرة وانا مقتنع بالتطور لكن هو عمره ما قال الكلام ده حتى بعد اللقاء ده في على العام وانا اعتقد ان هو يعني عمل حساب الهجمه اللي كانت هتحصل عليه لو هو اعلن الكلام ده فانا اتمنى ان هو لو مثلا حد يوصل له التساؤل بتاعي دوت لماذا لا يعني وهو يرى الـ للاسف يعني المسلمين بكل يعني كتير من المسلمين بكل جهل يعني بيتبجحوا بان هم نظريه التطور سقطت او ان هذه النظريه غير غي ثابته او هي مجرد نظريه والى اخر هذه الجهالات اللي احنا بنسمعها يعني يعني هو بيشوف ده طبعا المفروض ان هو زي ما هو قال لي يعني قال لي الغير على الدين بتستلزم ان احنا ما نبقاش ما نظهرش بمظهر الجهله او ان احنا نعاند الحقيقه فهل ده بس يعني قاصر يا شيخ على المجالس الخاصة مثلا ولا المفروض ان هو الكلام ده يقال في كل الوقت ما انا معرفش يمكن انا اللي اكون مش متابع ويمكن انت بتقول كده في الفضائيات وانا مش واخد بالي فياريت يعني نعرف ده مهم جدا عدنان ابراهيم موقفه واضح من النظرية دي هو عمل سلسلة على القناة بتاعته طويلة جدا وقال هعمل الجزء الثاني منها بس ما عملوش الله اعلم ليه؟ لعل أنا يكون خير بقى مده طويله جدا يعني بيقول ان هو هيعمل الجزء الثاني ما عملوش ليه مش عارف برضو بس هو على الاقل في السلسله دي شرح شرح يعني الى حد كبير جدا آه وافي ولحد كبير جدا كان امين لحد كبير يعني انا بقول حد كبير لان برده هو استخدم كم مناوره كده ما لهمش اي لازمه ما لهمش اي معنى لان شفت السلسله دي كذا مره لكن على الاقل او انصف داروين وانصف النظريه وقال ان دي حقيقه لا يمكن ابدا انكارها يعني. طب لاني انا شفت الحلقات بتاعت عدنان ابراهيم من زمان قوي بس وطبعا زي ما انت بتقول الجزء الثاني ما عملهوش بس هو هل وصل يعني في النهايه انه الانتقال والتغير والتطور داخل النوع الواحد ولا بينتقل التطور بيصل الى من نوع يطلع منه نوع. نوع مختلف تماما هو ده الفرق من... بيطلع من اه نتكلم عن الانتواع طبعا نتكلم عن الانتواع وكلم عن آه، إن... ان 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 لا لا هو شرح النظريه بامانه الا ان هو آه، آه، يعني آه، يعني حط شويه الغام صغيره كده يعني في الكلام وعلى سبيل التساؤل او كان هو هيشرح حي... حي... فيما بعد او كده هو ما شرحش فيما بعد يعني. عن علاقه التطور بال... 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 بالاله والفكره دي والافكار دي يعني او هل التطور ده مثلا انا مش عايز اقول كلام مش دقيق على لسانه يعني الا ان انا لاحظت ان هو يعني فتح الباب برضه شويه نقاش جانبي كده ما يعرفش يعني هيقول ايه بالظبط هو كان المفروض هيتكلم على كده في الجزء الثاني وما عملش الجزء الثاني الظاهر هو اصلا ما فيش مش هيبقى في جزء ثاني ابدا ان ما فيش حاجه يدفعها يعني كان في الشيخ اللي هو من الناس اللي كفروا آآ آآ اللي كفروا اللي هو بتاع كتاب نصر حمد ابو زيد ولا نصر آه. حمد ابو زيد فكان آه. عبد الصبور شاهين عمل كتاب اسمه أبي آدم فكفروا عليه ففي ناس كتيرة يعني مش بس عدنان إبراهيم في بين الإسلاميين بيلاقي ان ممكن نحن نقتنع بنظريه التطور ورفض نظريه التطور ده بتاثير التوراه والكنيسه البروتستانتيه المحافظه النهارده هي اللي ضد التطور وهي ليها حق ان هي ترفض التطور لان تسلسل الخلق وكل نوع بنوعه ده موجود في التوراه بينما في القران في وخلقناكم اطوارا وفي حاجات يعني من الممكن تكون ليها مخرج فهو بيقول احنا ليه نفسنا بالتصور المسيحي اليهودي اللي هو مش اسلامي في نظريه التطور يعني من الممكن نقولها مخارج لكن ما اعرفش ليه مع يعني ان هي لا تورد الاسلام يعني هي فعلا قضيه مفتعله في الاسلام يعني من الممكن الواحد يؤمن بالتطور في الاسلام اسهل ما يكون مسيحي او يهودي. مش عارف مش عارف برضه لان فكره فكره برضه قصه الخلق مكتوب مذكوره بالتفاصيل في القران خلق ادم بالذات يعني. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون في وهو الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ليسكن اليها. فمحتاجه تاويل برضه عشان احنا يعني نقنع الناس بالتطور. محتاجة تأويل يعني مش حق... مش سهلة برضه لازم لازم تأويل لكن لكن التأويل أحسن من... من يعني من الكفر مثلا بالنسبة لهم أحسن من ترك الدين بالكامل مع إن لأن... لأن دي حقيقة دي حقيقة علمية فأنت يا تأولها وتخ... وتنجي دينك مثلا يا إما تلحد بقى وأمرك لله خلاص لكن إن أنت تفضل تنكر النظرية ما أنت كده هتبقى أحمق وغبي لأن دي حقائق <applause> مفيش مجال لانكارها يعني إيه ما... عليها؟ محمد عبده يعني اللي مات 1905 كان كاتب قبلها وكانت لسه نظريه التطور في بدايتها لان داروين نفسه مات 1881 82 83 فيعني في كانت لسه يعني قبل كل الاكتشافات دي ومع ذلك هو قال يعني اذا صحت النظريه دي يعني اصبحت بين قوسين حقيقه علميه يعني أو يعني النظرية بمفهوم العلمي للنظرية، فإحنا من الممكن نأول القرآن، بس هي يعني دي مش من القضايا الكبيرة يعني هو من ممكن يجريك يقول لك مثلاً أنت بتقول عن نظرية التطور، أنا أو هو بيقول لك يعني أنك أنت كافر ولا بتاع أو أنا كافر ليه تقول عشان نظرية التطور، يقول يا سيدي مش مشكلة أم نظرية التطور وأن أول القرآن، ايه بقى النقاشات الثانيه بقى اللي دارت بينك وبين المشايخ دول يعني لان دي من الممكن يقفز يقفز عليها ويقول لك وماله من الممكن ان احنا أو زي مثلا علي الجفري حتى لو ما اعلنش يقول لك عادي انا مقتنع بنظريه التطور اه فما فيش مشكله هو ما زلت مؤمن وما زلت شيخ اه اوكي على فكره ده تقدم ان هو يقتنع بنظريه التطور ده تقدم كبير يعني وده لمصلحه المجتمع على كل حال يعني بس هو المفروض ان ده يبقى معلن يعني يبقى ويبذل مجهود ان هو يوصل المعلومه دي للمسلمين الامانه بتقتضي كده يعني الامانه تجاه الناس اللي بتسمعه ومؤمنه بيه يعني على كل حال برضو لما تناقشنا في مسائل زي الادله على وجود الاله الادله العلميه على وجود الاله كيف اثبتوا وجود الاله ما كانش في كلام عندهم يقولوه خالص يعني والشباب كانوا بيضحكوا احيانا من كلام المشايخ بصوت عالي يعني لان كلامكم مضحك جدا كان في شيخ اسمه محمود حاضر من من مشايخ الازهر حاضر الجلسه دي اللقاء ده لما كان فيه ملحدين وهم اطلقوا عليه الشيخ محمود في للذات لان هو <applause> لما جاي يستدل على وجود الاله ذكر كلمه في الذات دي اكتر من مره الفيل الزات <applause> <applause> و... ما اللي هي عندي. ايه الفلزات دي يا اخ احمد ايوه الفلزات المع... المعادن والفلزات فهو فهو اصلا ما فيش مجال يعني اصلا ما تيجي تتكلم تدخل العلم في الدين شكلك يعني صعب يصعب يعني فاحنا سميناه الشيخ محمود في الزات لانه كل شويه في فلزات من غير م... م... مناسبه وغير مناسبه ال الحبيب علي جفري كان يعني بيسمع اكتر كان كان عنده خطه هو 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 كان شغال بمنهج معين يعني هو كان عنده يعني هو كان بيستضيف الملحدين وحتى عمل 30 حلقه وهو طلب مننا احنا نختار اسم البرنامج بالمناسبه يعني هو كان البرنامج بتاعه رمضان اسمه امنت بالله معلش ممكن اكون عشوائي شويه في الـ في القصص بحاول ارتب الموضوع لا 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 ولا يهمك هي حوار تلقائي وذكريات أوه. فهو كده جميل مم. يعني اه راحتك آه. اللي تفتكره قوله يعني هو كان كان عايز يعمل كان, عايز كان فيه كان في برنامج عنده رمضان اسمه امنت بالله فهو كان عايز يعمل الموسم ده عن الالحاد وهو طلب مننا ان احنا نختار اسم البرنامج ده كملحدين يعني. و... واحنا قلنا له و... وفي الاخر يعني اتفقنا ك... و... احنا وجمهوره على نسمي البرنامج لحظه سكون. موجود على اليوتيوب لحظه سكون ده 30 حلقه هو عملها للملحدين الملحدين، احنا يعني انا وافقت على ال... على على الفكره رغم ان هي مكحفة شويه بحق الملحدين لان هو هو البرنامج بتاعه لكن هو لما استضاف الملحدين يعني سمع سجلوا ليهم وعرضوا كلامهم لكن ما فيش نقاش دار ما بين الشيخ وما بينهم الشيخ كان بيرد لوحده بقى ما حدش يرد عليه يعني بيتفرجوا على البرنامج يعني احنا بنعرض الكلام بتاعتنا الكلام بتاعنا وهو بياخد حريته بعد كده في الاستوديو في ان هو يفند الكلام ده من غير ما يكون في تعقيب او رد عليه وده مش عادل يعني بس انا قلت لك برضو في الحلقه اللي فاتت ان مجرد ان احنا نتكلم ونقول للناس ان احنا موجودين ده في حد ذاته انجاز يعني ومن الغباء ان احنا نرفض مثلا حاجه زي كده علشان خاطر ما فيش انصاف كامل يعني فالفكره هتوصل مهما كان يعني التساؤل بتاعك انت هيوصل ولو رد الشيخ قوي هيبان وهيظهر لو رد الشيخ ضعيف هيبان برضو فانتم من خلال الردود دي تقدروا تعرفوا الناس كانت بتستنى البرنامج على طول قبل الفطار في رمضان تتفرج على على الملحدين يمكن ده من الحاجات ومن البرامج اللي هي برضو خلت الناس تتعود على ان في ملحدين في المجتمع. بس الشيخ بقى الحبيب علي الجفري حاول ان هو يستغل بقى القرب منه يعني في ان هو يضغط عليا اغير من حاجات اللي انا بعملها يعني او او او, أو, أو احاول ان انا أثر على الملحدين اللي بيكتبوا بجراه يعني كان بيجيب لي احيانا بوستات مثلا لملحدين بيهاجموا الدين بشده وبطريقه فيها يعني اهانه جديدة ليهم وبيقول لي ينفع ينفع ده يكتب كده او ينفع كذا او ده ينفع فانا فكنت بقول انا مش مسؤول عن حد وبعدين حريه التعبير مقدسه يعني انا ما تجاوبتش ابدا مع الاسلوب ده اطلاقا ان هو ان هو مثلا يحاول يتحكم فيها او يتحكم في الاخرين من خلالي او كده اه انك انت تبقى الملحد الكيوت بتاعنا وتبقى يعني حلقه وصل بينك وبين الاخرين يا جماعه لا هدوا كلام زي كده هو اه ده كده بي يعني يعني لو في سوء الظن يعني بس احنا مش هنفترض سوء الظن هو كده بيعمل فتنه بينكم يعني بس انا مش. كنت حابب اقول حاجه هو مش على هو 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 يمكن هو يمكن برضه هو يمكن هو كان حلقه وصل للسيطره على الكوميونتي ده او المجتمع بتاع المدنيين ده بشكل بشكل ما يعني لان هو الشيخ الحبيب علي جفري له علاقه كبيره بالمخابرات اللي علاقه بالشؤون المعنويه في الجيش و يعني ما انا بقول ده لو لو اسأنا الظن واحنا مش حابين نسيء الظن انا بحب احيانا اسيء الظن بحب اسيء <applause> الظن هو في أسوأ الظروف، لكن عارف ان هو يعني بحكم الصداقه اللي بينكم فودي يعني الراجل كان بيقول <applause> لك الصداقه يعني حاجه بس الصداقه آه. اصلك الحاجات دي اصل يعني اصل علاقته بالنظام او علاقته بالاجهزه الامنيه هي علاقه معلنه هو هو بيراها علاقه جيده يعني هو مش بيشوفها خيانه او بيشوفها حاجه زي كده هو بيشوفها يعني علاقه ناضجه هدفها الاصلاح يعني لا ما احنا مش بنقول يعني ان العلاقه ممكن يكون في اشخاص كتير كانوا بيلعبوا دور حلقات الوصل سعد الدين ابراهيم احيانا في على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وكده هو ده احيانا بيعمل تهدئه داخل المجتمع يعني ومن ممكن يحسن استغلاله استخدامه وممكن يساء استغلاله لكن انا على بالنسبه للحبيب الجفري لان في مره طلع في التلفزيون وكان معاه مجموعه من الملحدين فقال حاجه غريبه ويبدو كان فيها شيء من التمسك هي ان في بنت ما كانتش لابسه حجاب فقال لها يعني او اذا كان المزيح ولا الح وكده هو فيعني في, في الاخر ودي انا ما عجبتنيش ان خلوها في الاخر تحط حاجه على راسها وهي قالت انا هحط حاجه على راسي بس انا مش مقتنعه هي مش مشكله ان هي مقتنعه او مش مقتنعه بس يعني في حضور شيخ ازاي تظهر بشعرها كده حطت حاجه كده هو فهل في الاجتماعات الخاصه اللي كانت بينكم <applause> كان بيخلي البنات تحط حاجه على شعرها من باب الاحترام والرقابه الشيوخ لا اطلاقا ايه المظهرة دي على التلفزيون؟ انا عايز اقول لك ان في بنت منهم اصرت ان هي تقعد جنب الشيخ مباشره و... واصرت على كده <applause> وما كانش في ولا واحده منهم محجبه اطلاقا يعني وهو كان ما عندوش مشكله انا اعتقد ان التلفزيون هو اللي كان عايز كده يعني يعني هو اللي التلفزيون كان عايز يخرج الحلقه بالشكل ده مش الشيخ يعني اظن ان هو لا يعني لان الحوار ده حصل قدام الناس لان هي بدا الحوار كانت هي من غير فيعني في والشيخ وكده هو وهو يعني شارك ان هو موافق وان هو شايف ان هو يعني شيء كويس من باب الاحترام ان هي تحط امام الشيخ تحط حاجه زي بالظبط الشيعه لما كان حسن مش عارف مين يعني تقابل مين المفتي بتاع سوريا فقالوا ل مارين لوبن نعم. زعيمه الحزب اليميني في فرنسا ان هي ما ينفعش تقابل المفتي بتاع تقريبا بتاع دمشق الا تحط حاجه على دماغها فهي راحت ايه لغت المقابله ورغم ان انا يعني ضد اليمين في في فرنسا وكده لكن يعني احييها برافو على هذه السيده على هذا الموقف لان من كتر ما الناس بتعمل تنازلات بيصير ده حق لا يمكن التنازل عنه من قبل الشيوخ نعم. فانا يعني ما عجبنيش الموقف ده منه في التلفزيون في الاخر وما عجبنيش حتى ان البنت في الاخر قالت اوكي وراح حطت حاجه على دماغها ايه الكلام الفاضي ده صحيح هي المفروض كانت ترفض هو هو بتبقى للاستعراض يعني بيبقى موقف الاستعراض يعني يعني لو الموضوع لو الموضوع مش معروض في الاعلام مثلا مش هيعملوا كده هيبقى عندهم راي تاني الحبيب علي الجفري تفتكر كانت مع الشيوخ برضه نكمل برضه برضه الحبيب علي الجفري برضه كانت كان كان يعني كانت العلاقه ما بيننا يعني صداقه مستمره لحد ما يأسوا مني تماما يعني لحد ما يأس ان انا كده ف وصلني بقى ان هو بيعتقد ان احنا بنهدد السلم الاجتماعي ده مش كلامه طبعا ده مش كلام قبل كده كان في مره هو كان مسافر وقال لي انا عامل احتفال كده ديني معين ودعي لي شخصيات كتير مهمه في البلد وكده وانا بدعوك انت تحضر الاحتفال ده حفله دينيه كده ف رحت معاه العربيه فخمه جدا ودخلنا رحنا البيت او او قصر تقدر تقول قصر تحد مهم في البلد كان رئيس نيابه امن الدوله قبل كده. أه ولقيت بقى يعني حاجه مستوى من البهرجه ومستوى من الطرف عمري شفته في حياتي يعني. ولقيت الفنانين بقى كلهم موجودين اللي بيشوفهم في التلفزيون كلهم. والفنانات أه وال... 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 والشخصيات العامه كلهم والمذيعين والناس اللي بتشوفهم. في في التلفزيون كلهم متجمعين المجتمع اللي هو بقى ايه الغني ده المترف اللي هم الناس اللي هي بتلمع دي فانا اصلا كان عندي شغل ساعتها وما يعني اروح البس لبس شيك او حاجات زي كده فلبس الشغل اللي انا اللبس اللي انا بروح بيه الشغل ويمكن بيبقى شويه كنت شغال في النقاشه ساعتها رحت رحت على وضعي ده يعني فهو انا يعني ما لحقتش انا يعني مضغوط في الوقت جدا ما لحقتش يعني واصلا انا من اسكندريه والموضوع ده كله في القاهره وانا كنت واخد شغل في القاهره فما كنتش ببات في بيتنا اساسا كنت ببات في الشغل اساسا رحت فرحت, فرحت معاهم في رحت مع الشيخ في العربيه دي هو وصلني للمكان كمان ودخلت والشيخ كان قاعد في مكان في قلب الفيلا ده كده او القصر ده بس المكان ده مخصص لكبار الزوار فانا رحت قعدت في المكان اللي هو مخصص لكبار الزوار ده وهو قاعد في على حاجة زي منصة كده وأنا قاعد في المكان ده ولقيت الناس عمالة تيجي شخصيات كبيرة بقى رئيس جامعة الأزهر الشيخ مش عارف مين شخصيات كبيرة خير رمضان مش عارف مين ااا آه وبقية الناس الممثلين قاعدين بره المنطقه بتاعت كبار الزوار اللي هم ممثلين والشخصيات دي قاعدين بره المنطقه دي انا قاعد في المنطقه دي صاحب ال... 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 كل ما يجي ضيف اللي هو صاحب القصر ده اللي هو نظم الموضوع ده مش عارف ان انا احمد حرقان مش عارف وهو اصلا مش عارف ان انا مدعو يعني هو هو مش عارف انا مين هو عمال يبص لي كده وكل ما يجي حد يقول لي معلش ممكن توسع كده شويه ممكن توسع كده شويه لغايه بقيت نفسي ايه على طرف وبعدين فبيقول لي كل ما يجي شيخ يقول لي توسع بعد كده قلت له بقول لك انت لو قلت لي ممكن توسع كده تاني لحد انا هاخد بعض وامشي خالص بره البيت فكان اسامه الازهري قاعد وحبيبي علي الجفري قاعد فقال له حبيبي علي الجفري قال له ده ده احمد حلقان فقال لي تمشي فين؟ تمشي فين؟ ده انت لو مشيت ده انا هعتقلك. قال لي ده انت لازم تقعد هنا وانا اسف انا ما كنتش اعرف ومش عارف ايه والكلام من ده. اهو يعني كان سمع عنك بالاسم اه ما يعرفش شكلك. من الهيئه والمنظر ده يعني هو كان فاكرني يعني واحد قاعد الغلط ولا الشكل كان بائس جدا. فهو حتى هم بعد كده يعني احنا سيبنا الناس دي كلها بقى وقعدت معاهم هم الراجل ده والحبيب علي الجفري والشيخ سام ازهري لوحدنا جوه مع اهل مع اهل البيت نفسهم يعني قالوا تعالى احنا عايزين نقعد بقى لوحدنا شويه فانا وهو الحبيب علي الجفري وأسامة الازهري والشخص ده قعدنا في زي زي اجتماع كده في قلب في قلب البيت بعيد عن الحفله دي كلها بعد ما خلصنا الاكل بقى عملوا ولايم والحاجات دي بتاعت وانشدوا والحاجات دي كلها بس وناقشني بقى قال لي انت ر... يعني لو وايه بتقول وانشدوا وايه؟ وانشدوا بقى وبيعملوا الحفلات بتاعت الاناشيد الدينيه والحاجات دي مع العود مع الحاجات دي اه كانوا جايبين فرقه تعمل شويه حاجات طيب. كده دينيه يعني آه. موسيقى بس دينيه دينيه واغاني دينيه وبتاع وحاجات اللي هي اه ويعني كان في ملحن كمان مشهور جدا لحن أغاني كتير خالص وكان متجوز شيخه يعني هو متدين و... ولحن لورده ولحن كده بس هو بقى تدين على كبر وكده وكان متجوز شابة صغيرة وفرحان بيها أوي معادها جنبه يعني هي محجبة كل حاجة بس هي جميلة هو صغير هو كبير خالص وهي مش م... هي مراته التانية بقى فاهم يعني الصغيرة يعني هو أنا حسيت شوية إن هو بيتباهى بالموضوع ده. أه وولاده كلهم عايشين بره مصر بقى اللي عايش في فرنسا واللي عايش في امريكا ومش عارف يعني ايه المهم يعني الايه في في الاجتماع ده بقى اللي هو قعد فيه جوه ده هم يعني أه قالوا انت على فكره يعني يعني لو رجعت للاسلام بس بعيد عن التطرف بتاع الوهابيين او كده انت هيبقى لك شان كبير و انا اوعدك ان انت هيبقى ليك برنامج في السي سي بي سي القناه دي كنت عارف السي بي سي دي قناه ده مين تحديدا اللي قال لك كده؟ كان الحبيب علي الجفري اعتقد اللي قال لي كده و... وكان ساعتها سامي بزار قاعد والشخص ده قاعد وكده وانا أه... وهم هم كانوا بيحترموني جدا يعني ان انا برضو ان ايه ان انا يعني موقفي من الدين قلته بصراحه زي ما انا بعتقد تماما من غير اي يعني من غير خوف ومن غير مراعاه للعواقب لاني بهدلت شويتين في حياتي بعد ما عملت كده يعني وهم عارفين كده يعني كويس ان الواحد يعني دفع ثمن الجهر بالالحاد يعني وفي الجلسه دي انا طبعا طبعا يعني اتكلمت برضو عن أف... عن افكارهم برضو تفتقد تماما للادله وما يعني مجرد يعني خرافات زيها زي اي خرافات في اي دين تاني وان هم مؤمنين بالصدفه كونهم اتولدوا الأ... الاهل مؤمنين ما عن غيرهم حاجه زيهم زي غيرهم حتى لو كانوا هم رجال دين يعني لكن هم نفس الموضوع هم كانوا هيبقى رجال دين تاني لو اتولدوا في اسره هندسيه هندسيه مثلا ردودهم كانت كلها عاطفية وكانت كلها مجاملات يعني كلها مجاملة ليه يعني كل كلامهم كان احنا بنحترمك و... لدرجة ان اسامة الازهري قال لي انت واصحابك بتفكروني بال باصحاب محمد انتوا بتفكروني بالصحابة لان انتوا عملتوا زيهم بالضبط لما شفتوا ان يعني ان الحق يعني مع... معاكم ما خفتوش وواجهتوا المجتمع كله ف اسامه الازهري قال لي وكمان في ال... في نهايه قال لي قال لي قال لي ممكن تدعي لي يعني فقلت له قال لي ادعي لي فقلت له انا ملحد قال لي بس انت اعمل كده انا متاكد ان ربنا هيستجيب لك يعني يعني انا انا متاكد ربنا هيستجيب لك حتى لو انت ما كنتش ما كنتش مؤمن بي. ما كنتش مؤمن بيه. دي الحته الصوفيه اللي في اسامه الازهري ممكن؟ هما وهما ما بيكفروناش خلي بالك برضو اسامه الازهري وحبيب قال احنا مش بنكفركم لان انتم عندكم مانع عارض من عوارض الاهليه. عارض عارض اهليه ومانع من التكفير، ايه هو عارض من عوارض الاهليه ده؟ قال لك هو عرض البحث عن الحق. انتوا 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 مش مكلفين لحد ما توصلوا للحق لو حتى فضلتوا تبحثوا الحق عن الحق طول حياتكم فاحنا يعني احنا فهو قال لي احنا بنحسن بيكم الظن لانكم لانكم باحثين عن الحق وده ظاهر في فيكم ف فطول ما انتوا باحثين عن الحق عندكم عارض من عوارض الاليه او منع من منع التكفير وهو منع البحث عن الحق فانت طول ما انت باحث عن الحق ربنا مش بيحسب عليك اي حاجه بتقولها او اي حاجه بتعتقدها والايمان مش بالعافيه يعني لو انت الحاله الوحيده اللي ربنا يحاسبك فيها على كفرك مثلا اذا انت كنت زي ما فرعون كده وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، لو انت كنت معتقد ان ده الحق ومع ذلك بتجحد الحق ده وبتبقى. وانا طبعا مش متصور الحاله دي في اي انسان ولا فرعون ولا غيره اصلا يعني مين اللي يبقى عارف الحق بكده كده؟ و... لسه كنت هقول لك يعني هو معنى كده هو ان مفيش إي... مفيش حد كافر ومفيش حد يطبق عليه الحد في النهايه لا مفيش ما... مش عارف هم طبعا انت عارف الناس ديت السلطه الدينيه اللي عندهم او سلطه ال... 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 كونه راجل دين ده بيديله له صلاحيات هي... يعمل حاجات كتير جدا يعني بيدي له صلاحيات شوف يعني ده قرار مثلا او فتوى تنقذ ارواح الملايين يعني تنقذ ارواح الملايين وغيره لا يعني غيره لا شايف ان ده كلام فاضي وان الناس ديت لازم تتقتل مثلا تخيل يعني على اي يعني... حال اللي انت قابلتهم دول افضل كانوا من السلفيين باستثناء ان السلفي بحكم العلاقه الصداقه اللي بينك والموده والتاريخ اللي بينكم اللي هو اعتبر عدم الاهليه هي انك انت مش طبيعي انك انت مجنون دول اعتبروا عدم الاهليه انك انت باحث عن الحق فيعني الحق افضل انك مجنون صحيح المهم ان هي كلها جت من عوارض اهليه برضو لان الاثنين من عوارض اهليه بس ده قال عارض البحث عن الحق والتاني قال ده عارض الايه الشك المرضي ما قالش الجنون قال الشك المرضي وده طبعا اول مره نسمع بيه كعارض من عوارض الاهليه او منع من المراه التكفير المهم ان هم يعني المشايخ ربنا موسع عليهم في الـ في الايه بيعرفوا يسلكوا نفسهم لما بيحبوا يسلكوا نفسهم لما بيحبوا يوسعوا بيوسعوها اه يعني يوسعوها فانا لهم يعني وسعوها اكتر من كده شويه علشان خاطر ايه عشان خاطر ربنا يعني طب <applause> 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 ده بالنسبه للمشايخ وده موقفهم لكن بالنسبه للناس لانك انت بتقول انك انت كنت معاهم ولكن يعني في اعداد خاصه كان في من اهل البيت بتاع الشخص اللي مضيفكم وبعض الاشخاص القريبين ايه رد فعل الناس التانية هل انت لقيت ان في ناس كتيرة لا في عندهم شكوك يعني في الطبقه دي هل الطبقه دي متدينه مش متدينه بمعنى الممارسه مم. الاعتقاد معظمهم سطحيين جدا أخلاقهم اه تفضل معظمهم مش فاهمين حاجه في الدين خالص غلابه خالص في الدين يعني مش فاهمين حاجه وبس و... و... يعني ما عندهمش كمان استعداد مترفين جدا فاهم ما عندهمش استعداد يقضوا وقت اصلا يفندوا الحاجات دي هم فرحانين بال فاهم بال... بالجو يعني بالجو وكده وسيدنا الشيخ وحاجات زي كده فاهم مش خسرين حاجه مش خسرين حاجه حياتهم عيالهم بيدرسوا بره عايشين في طرف اخر حلاوه الدنيا ماشيه معاهم تمام فهم ما, ما عندهمش وقت يفكروا في السلفيين بيفكروا فيه ولا اللي في الازهر بيدرسوه ولا اللي الناس عايشه فيه ولا كده مش محتاجين ربنا في حياتهم غير للحاجات الحلوه بس ان هم يعزفوا على العود مثلا وقمر سيدنا النبي قمر واخرهم كده فاهمني فلما تيجي تناقشهم الدماغ فاضيه خالص يعني ما فيش اه يعني حضور الشيخ او السهرات بتاعه الانشاد جزء من البرستيج والراحه النفسيه والانبساط مش آه. في الواقع مش تدين آه مش في آه هي مناسبه برضو كمان عشان خلي بالك برضو ايه وده يتعرفوا ودي وده يتجوز بنته لده ويتجوز فاهمني يعني هي مناسبه كده يعني مناسبات بتبقى يعني ايه اجتماعيه كده حفلات بس ايه باسم يعني بسم الله يعني 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 انت وجودك كاحمد حرقان كشخص بقى اسمه معروف لان ليه موقف جريء وكده هو فيعني احنا عندنا الشيخ وعندنا الاشخاص مثلا المختلفين في المجتمع المشهورين في المجتمع فدينا تعرفنا عليهم لكن افكارهم ايه وهم ايه موقفهم من الافكار دي لا ده مفيش ده أبيض. هو 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 ده يعني هو ان انا اودع الحاجة زي كده كانت مبادره لان انا يعني الاستقطاب يعني فاهمني؟ يعني الجو جميل والدنيا حلوه والحياه فيها طرف وهتحلو ومش فاهمني؟ وبرنامج في السي اف بي, بي سي ودنيا وشوف يعني مستوى تاني وحاجات زي كده بس يعني ده اللي كان مطلوب مش ان انا أودع انا بعد كده آه الشيخ قطع علاقته بيا بقى يعني وصلني بعد كده منه ان انا بهدد سلم المجتمع يعني بقى اخر ما يأس مني قال لك ايه النقله دي ما بين كنتوا اصحاب على المستوى الشخصي وبيلتمس لك العذر وبيدعوك في اماكن يعني يمكن عشان ايه يعني تشوف انك انت مش مكروه وكاخر للاسلام متسامح فرفشه وحفلات وكده يعني مش هو ده الاسلام اللي انت جاي منه السلفي اللي انت عندك مشكله معاه <applause> إيه امتى حصل الغبتور اعتقد اعتقد طفل. ان الموضوع الموضوع مش من عنده هو اعتقد ان هو جات له بعد كده بقى يعني ايه يعني إن ردت بقى نفس الكلام اللي بيقوله الرئيس نفسه يعني لحد ده لازم ينتهي والموضوع ده لازم والموضوع ده هينتهي قريب يعني السيسي طلع في مؤتمر قال الموضوع ده هينتهي قريب موضوع لحد هينتهي قريب ما اعرفش ازاي يعني بجرة قلم مثلا او كده انا يعني ما اتفائلتش لما هو الرئيس نفسه قال كده يعني بعد كده هو سمعت بقى من الحبيب علي الجفري ان احنا بنهدد السلم المجتمعي الكلمه اللي هي العبيطه اللي هي يعني ما لهاش اي 60 لازمه ولا ولا ليها معنى يعني بنهدد السلم المجتمع ليه هو احنا اللي بنقول للناس اقتلوهم حيث رقفتموهم ولا احنا اللي بنقول للناس من اه رأى منكم منكرا فليغيروا ولا بنهدد السلم المجتمعي من انهي ناحيه يعني كانت رايهم كده هم الناس ديت اصحاب السلطه او الناس اللي في السلطه اللي هي بتوجه الجفري وغير الجفري يعني للاسف الشديد يعني بيتغروا برايهم جدا هو فاكرين ان هم يعني رايهم والسلام يعني الناس كلها مش اقل ذكاء منهم والناس كلها ما عندهاش نفس الرؤيه اللي عندهم هم يعني يا درسوا في مش عارف ايه وترقصوا جهاز مش عارف ايه فعندهم خبره وعندهم المعلومات وعندهم مش عارف ايه ومن حقهم ان هم ياخدوا بقى قرارات للمجتمع كله بقى هم لا وتقديرهم خطا جدا الحد مش بيهدد سلم المجتمع ولا حاجه ده بيعمل توازن في المجتمع في الحقيقه اذا كان في عندكم جماعات اسلاميه شديده التطرف ومش عارفين تحلوا معاها تحلوا مشكلتكم معاها فوجود صوت قوي للملحدين على الاقل هيخلي هيكسر شكتهم شويه على الاقل هيخلي هم يبطلوا يستهدفوا الطبقه اللي هي متوسطه دينيا او اللي هي معتدله وهيركزوا مع الملحدين ويناقشوهم لما يحصل حوار ما بين التيارات الدينيه المتشدده وما بين السلفيين او ما بين ما بين اللادينيين مثلا ده هيؤدي على الاقل ممكن يوصلوا لحل وسط على الاقل يعني فكروا بالطريقه دي انما احنا بنهدد السلم المجتمعي في ايه؟ بنهدد السلم المجتمعي في ايه؟ احنا اصلا سلميين تماما احنا اصلا ما فيش ملحد ابدا دعا لاي حاجه فيها عنف ولا عنده اصلا عقيده اصلا ولا ولا مو بـ 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 باي عقيده ملحد عشان خاطر ينطلق منها الى تهديد اي حاجه يعني فخيبه وخلاص وعلل تعليلات فارغه يعني علشان كده بعديها حتى يعني بعديها بقى انا حتى ادركت ان انا كمان ممنوع من السفر وممنوع من تروح في القنوات واتخذت من بيتي في الحقيقه في 2017 واتعذبت ومن غير ما افهم ليه حصل معايا كده من غير ما يطلب مني حاجه معينه، يعني بعد كل الفيلم دوت الظابط بتاع الامن الوطني قال لي عموما انت اعمل فيديوهات زي ما انت شغال على اليوتيوب واحنا لو شفنا حاجه غلط هنكلمك، لو شفنا حاجه ما عجبتناش هنكلمك، طب طب ليه الاول؟ طب كان ليه كل البهدله دي من الاول يعني؟ يعني انت جايبني تذلني وتبهدلني وتعذبني وتهين كرامتي يعني، وفي الاخر تقول لي الكلمتين دول يعني طب لو حبيت تكلمنا بتفصيل اكتر لان كده الكلام شويه عام قوي في الموضوع ده تقول لنا غير كده هو انك انت ما كان ما كنتش ممنوع في مصر من انك انت تعمل فيديوهات ومش بس انك انت تقول انك انت ملحد وتقول انت ملحد ليه؟ وبالتالي يعتبر ده اساءة للاسلام اتفضل لا هما كانوا عارفين انا بقول ايه كويس في الامن الوطني وواجهوني بالكلام اللي انا قلته تحديدا لما خدوني في اليوم ده وقالوا انت كتبت البوست مثلا اللي بيقول كذا 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 الحقيقه ان هناك آه ان الدين الاسلامي يعني انا ملخص البوست مثلا مثلا واحد من البوستات قراه لي كله قالوا الملخص بتاعه ان دين الاسلام دين الارهاب ان يعني دين واحد دلوقتي الارهاب اسمه الاسلام وان في نبي واحد للـ 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 للارهاب اسمه محمد كل ده في البوست فقال لي انت قلت الكلام ده قلت له ايوه انا قلت الكلام ده والله. لكن ما طلبوش منك انك انت في البوستات بعد كده هو تتجنب اللغه دي ولا طلبوا مني اغير حاجه خالص اطلاقا آه. بس هم قالوا لي ال ال الظابط لمح لي ان انا هتمنع من السفر بس انا ما خدتش بالي ساعتها ما عرفتش الا بعدين بقى ان ده لان هو قال لي انت عاوز تسافر الظابط قال لي انت بتفكر تسافر فقلت له لا ما بفكرش اسافر انا فعلا ما كنتش بفكر اسافر انا كنت عايز اسافر مرتين للقاءات التلفزيونيه في لبنان في قناه قناه اسمها الجديد وقناه ثانيه اخرى الام بي حاجه زي كده لا الحره واتمنعت في المرتين والمره الثالثه ما كنت اسافر عشان الجواز عشان انا كنت يعني مرتبط وخاطب من تونس وكنت لازم اسافر اكمل الجواز هناك وكنت هناوي اعيش هناك واتردد على مصر يعني علشان ازور والدتي وكده قريبه من تونس مصر يعني بالطياره ساعتين بالنسبه لي ما كانتش هتبقى مشكله فكنت هعيش ما بين اسكندريه وتونس ده كانت خطتي لكن انا برضو اتمنعت من السفر بقى ودي هنتكلم عليها بعدين لان دي اخر حاجه خالص ليه بقى انا ليه انا اصريت ان انا اسافر وليه في الاخر سافرت بالطريقه اللي سافرت بيها دي ده مهم جدا يعني لكن انا في 2017 الظابط لما يعني لما اتخذت لما الامن الوطني اخذني بالشكل ده انا ما فهمتش حاجه انا ما فهمتش حاجه انا كل اللي برضو كان رد فعل ان انا فهو الظابط يعني قبل بعد الفيلم اللي هم عملوه ده كله بهدله دي واختفاء المده دي اكتر من يوم يعني يوم وشويه وبهدلت فيه بهدله جامده يعني مرمطت فيه يعني ووسائل التعذيب انا مش عاوز اتكلم عنها كتير لكن هي وسائل اجراميه ووسائل يعني ارهابيه في الحقيقه مش عاوز اتكلم اكتر من كده في الـ يعني انا قلت لهم انا في الاخر يعني قلت له الظابط بيقول لي انت انت طبعا عارف ان احنا عارفين انت بتحب مصر وكده وانت طبعا عارف ان في ناس اعداء لمصر لو انت طلعت حكيت اللي حصل هنا هيستغلوا هيستغلوا الكلام ده ضد الدوله وكده فارجو ان انت ما تقولش الكلام ده لحد او ما اللي حصل لحد فانا قلت له ولما انتوا مش عارفين ان الناس هتسيء الكلام بتعملوه ليه يعني؟ فقال لي احيانا بنضطر نعمل كده مع مع اللي احنا ما نعرفوش لكن لما نعرفه خلاص يعني كل الكلام ده مش مقنع يعني يعني, يعني ما انت يعني مش هنستعبط على بعض فانا قلت له برضو تاني قلت له طب و... طب وايه اللي ضمني طيب طالما انتوا اللي انا ما حكيتش مثلا ان انتوا ما تعملوش كده معايا ومع غيري وتفضلوا تعملوا كده فقال لي وانت هتسومنا ولا ايه يعني غير قلب على التاني الثاني قال لي انت انت هتسومنا ولا ايه فقلت له لا خلاص انا ما انا ممكن اقول لك دلوقتي حالا انا لا انا عشان اخلع من هنا اقول لك انا مش هتكلم ومش هحكي الحاجه لكن هحكي فانا ما بكلمك بكلمه بس قلت له انا 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 هحكي اللي حصل ده فقال لي طيب آه هطلب منك بقى حاجه طلب لازم تعمله قلت له قال لي ما تفتحش الموبايل بتاعك هسلمك الموبايل بتاعك دلوقتي ما تفتحوش الا ما توصل البيت لاسباب امنيه يعني قلت له اوكي ساعتها كان هم اخذوا الكتب بتاعتي والطبعه والكمبيوتر والحاجات كلها والادوات بتاعتي كلها كانوا اخذوها فلقيتهم جايبينها لي ولقيتهم جايبين عربيه كده ملاكي عاديه خالص ومع سواقين من الامن الوطني وشالوا الحاجات دي وحطوها في العربيه ووصلوني لحد البيت ودخلوا الحاجه بنفسهم حطوها في مكانها يعني في البيت. فأنا عملت لايف بسيط كده ساعتها كنت تعبان جدا فقلت للناس إن أنا طلعت من الأمن الوطني لأن الناس كانت عملت هاشتاج بقى أين حرقان والكلام دوت. حتى الظابط قال لي ده حبايبك كتير باين يعني لما في, في قال لي حبايبك كتير يا أبو حميد حاجة زي كده. فلما رحت بقى كسجلت فيديو صغير كده قلت او عملت اللايف الصغير قلت انا تعبان جدا وعايز احكي لكم اللي حصل لكن انا مش هقدر دلوقتي لاني تعبان ومحتاج انام فانا هنام وبعدين بالليل الساعه كذا هطلع اعمل لايف وفعلا عملت كده يعني طلعت وحكيت اللي حصل طب وانت ما كنتش خايف انك انت تطلع فيديو بعد اللي حصل لك؟ لا يعني ما وقت تسترجع فيه يعني تجمع افكارك وتحدد انت عايز تعمل ايه وتعمل ايه؟ لا ما كنتش خايف لان انا مش عاوز ده يحصل مع حد تاني انا مش عاوز ده يحصل مع م... مع حد تاني انا مش عاوز اللي حصل لي ده يحصل مع حد تاني بس يعني, بيعمل... يعني انت لو طلعت اتكلمت مش هيحصل مع حد تاني ما اعرفش ما ده بيساهم في ان هو ما يحصلش مع حد تاني لان التعتيم ده والكل ده يحصل في الضلمه ده مش م... ده م... ده بيخليهم يتمادوا في التصرفات دي وبعدين انا ما شفتش اي لازمه اللي حصل معايا يعني ما شفتش اي حد يعني هو ما مخ... كانش عايز مني معلومات مثلا اه اه كان عايز الباسورد مثلا بس انا اصلا ما طلبش مني الباسورد وانا ما اديتهوش ليه يعني. يعني انا مثلا مش بيعمل كده معايا عشان لا هو قال لي الباسورد. يعني بعد فيلم كده كده قال لي الباسورد طبعا بعد... بعد انواع من الارهاب والتعذيب والتخويف الشديد جدا لقيت نفسي في مكان ضلمه انا طبعا متغمي ومتكتف من من, من ايديا. ومش عارف انا فين من كتر من كتر الحاجات الـ الاعيب الـ الاعيب اللي عملوها معايا يعني او يعني العساكر كانوا يمسكوني من دماغي كده ويجرجروني على الارض يسحبوني كاني بعدي من نفق وكاني بعدي من في ميه في ميه وكاني بعدي من من مش عارف من ايه ويسدوا عليا السلاح كانهم هيضربوا نار وحاجات زي كده ففي الاخر بعد الفيلم ده كلهم عاملين يلففوني في مكان كله زي اوضه يعني مكان كله صغ فناء صغير جدا بس انا مش عارف انا فاكر نفسي عمال ادخل سراديب لان هم بيوهموني بكده وانا متغمي مش شايف حاجه هما بيستغلوا كده ويمين وشمال وارفع ايدك وعدي السور ده وفي حاجه تحتيك مفيش حاجه خالص فانا كله وهم خلي بالك ولا لما تشوف مثلا فانا في الاخر لقيت نفسي في اوضه ضلمه وسامع فيها صوت بقى الظابط اللي لي. بعد ما وصلت بقى الباسورد طب ما من الاول الباسورد قبل الفيلم الهندي ده كله الباسورد قول لي الباسورد وانا هقول لك ايه ما انا مش هديك الباسورد وانا هقول لك لا يعني خد دي هم الباسورد انا كل حاجه بقولها في في اليوتيوب تودي في 60 داهيه لوحدها من غير البقى. هو خد الباسورد الباسوردات كلها طبعا انا متكلبش مش عارف مش انا متعود اكتب على الكيبورد الباسورد بتاعي مش متعود احفظه يعني متعود ايدي بتشتغل لوحدها من كتر فاهم فقلت له انا عايز الـ عايز الـ عايز, الـ عايز لوحه المفاتيح اكتب لك الباسورد لان انا مش عارف والتليفون لازم اعمله بايدي كده عشان فهم فكوا إيديا وكلبشوني من قدام كده عشان اكتب وايدي برضو متكلبش وعملت كده فعلا قلت له تفضل اتفضل يا عم بس أه بس ده ما كانش يعني مش خد الباسورد وكده لا برضو مارسون الحاجات دي والاساليب ديت حتى بعد ما خد الباسورد يعني فانا مش عارف ده حصل ليه مجانا يعني حصل مجانا فاهمني من غير اي يعني ما فيش معلومات ولا لا, لا ارهابي مثلا في حاجات مخبيها ولا انا زفت على دماغه ولا اي حاجه عشان كده لما طلعت اتكلمت والفيديو لسه موجود على القناه قديم الفيديو اللي انا اتكلمت فيه بعد ال اللي... بعد اللي حصل يعني وغير انهم ضايقوا دا... ضايقوا دا... دا... يعني برضو بعض المضايقات لاصحابي يعني يعني بسببي والناس اللي طلبوا من الناس تقطع علاقتهم بيا راحوا لهم في شغلهم طلبوا منهم و... وفي ناس استدعوا بعض اصدقائي وطلبوا منهم انهم هم ما يقابلونيش يعني ضايقوني جامد يعني برضه، ضايقوا عليا، بس أنا برضه ما فكرتش أسافر مصر أو أهاجر خالص يعني، آه، غيرت محل إقامتي أكتر من مرة لما تعرضت مثلا لمحاولة إغتيال في 2014 حاولت أسكن في أكتر من مكان و... و... وأحيانا كنت بغير محل إقامة في الشهر مرتين مثلا بسبب القلق والحاجات دي لحد ما استقريت في الآخر في الغردقة يعني. اه بس كان ده بعلم البوليس انك انت بتغير مكان بتقول لهم ده كان مطلوب منك إنه... مش علشانهم هم لا لا هم بقى يع... بيعرفوا بمع... بعرفتهم اه بس لا بس انت كنت خايف من الناس من حد من ممكن يقتلك الارهابيين او كده اه لان آه الارهابيين كانت... بالظبط اوكي بالنسبه للامن لا الامن عارف يعني, يعني الامن بيبقى عارف خطواتي كلها كان متابعني بشكل دقيق جدا يعني وانت استمرت استمريت بعد كده تعمل فيديوهات انت عملت فيديوهات كتيرة في الوقت ده عملت فيديوهات كنت بعمل فيديوهات يوميا انا وما غيرتش من اللهجه بتاعتك ومن ولا معرفش بحاجة وهما ما حاجه خالص وهم ما صدقونيش نهائي وبس فكره ان انا اسافر دي ما اعرفش ليه بالظبط عيني وبعدين مش ممنوع بشكل قانوني ممنوع محطوط على قائمه امنيه سريه كده لا بحكم من القضاء ولا بأمر من النائب العام ولا اي حاجه ملهاش اي توصيف قانوني يعني ملهاش اي مسوق قانوني هي يعني في قائمه امنيه بيحط عليها اسماء الممنوعين من السفر انا ما كنتش اعرف حتى الحاجات دي كلها اعرف منين طيب ما اعرفش كنت بكتشف لما اروح المطار لما اروح المطار الضابط يقول لي اركن على جنب اركن على جنب قبل ما اسافر بقى السفر يعني هي يعني قبل ما اسافر بقى المره احاول اسافر المره اللي كنت رايح عشان الجواز ديت انا كنت فاكر ان انا مش هتمنع لان انا اتكلمت كذا حد يعني في البلد دي آه سواء كان حد من الجيش مثلا او ليه معارف في الجيش آه يكلم آه ناس كبيره في الجيش مثلا تكلم حد مثلا كلمت حد يكلم الرئيس شخصيا كلمت مستشار رئيس الشؤون الدينيه ساعتها اسامه الازهري وقال لي ابعت لي صوره الجواز بتاعك ووعدني خيرا يعني فانا آه واحد من الناس اللي كلمتها كمان ديت قال لي سافر ومش ما يهمكش حاجه خلاص الموضوع منتهي وقال لي ما تقلقش فانا كنت مسافر وحتى هم كانوا يعني حاجزين قاعه الفرح هناك في في تونس عاملين عاملين يعني ان انا خلاص هوصل فاهمني؟ ف فأ يعني ما كانش فيه احتمال ان انا اتمنع بالنسبه لي انا فوجئت بقى يعني فوجئت ان انا الظابط برضو بيقول لي بتاع الجوازات وفن... الكلام ده في 2019 اكتوبر 2019 18 اكتوبر 2019 قال لي انت قال لي لا استنى شويه هنا فعرفت ان الامن هيجي ياخدني ومش هيخلوني اسافر فالمره دي بقى قعدت اقول لهم طب قولوا لي ليه او كده الامن ده قلت لهم انتوا كل مره انا تع... يعني عايز افهم ايه الحكايه فالظابط في الاخر بقى قال لي يا... اكيد عندك مشكله في الامن الوطني روح شوف الظابط اللي انت بتتابع معاه في في البلد بتاعتك انا كنت بتابع مع حد بس انا رحت الامن الوطني وما رضوش يستقبلوني فروحت تاني ورحت لحد ما خدت ميعاد ورحت في الميعاد دوت ولطعوني وبعدين قالوا لي ما حدش هيقابلك وزعقوا لي اخر ما زهقت بقى اعلنت بقى الاضراب عن الطعام. اعلنت اضراب عن الطعام قلت لحد ما آه يعني قبل ما نوصل للاضراب للطعام آه مفيش حد آه رفع عليك قضيه ازراء آه اديان؟ اه خلال يعني سهل جدا بقى. سهل جدا ان اي واحد محامي يرفع عليك قضية إزراء أديان والنائب العام يقبلها وتمشي إجراءات قضية إزراء أديان. ولا قضية من اللي اترفعت عليها إزراء أديان النائب العام أمر بالتحقيق فيها. إنما في مرة النائب العام أي يعني اترفعت كتير. كتير جدا ها. كتير أه طيب إيه اللي يخليهم لو إيه اللي يخليهم ما يقبلوش ولا قضية من قضايا إزراء الأديان؟ يعني هو إيه المطلوب إزراء أديان أكتر من اللي أنت كنت بتقوله؟ معرفش والله العلم علمك بقى لا يعني اقول لك على حاجه ده في محامي من كتر ما رفع عليها الاعلان وما كده اتغاظ جدا وراح خد الكاميرا بتاعت اليوم السابع معاه للمحكمه وصور وهو بيعمل انا انا في كذا وبعمل بلاغ ضد احمد حرقان اللي هو كذا 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 وبيقول كذا وكذا 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 وبرده البلاغ اتحفظ. اه يعني كده هو على الهواء مباشره وعلى الملا عشان يحرج السلطات ويحرج القضاء ان هو اه ومع ذلك ما اتخذتش ولا الهوا غريبه دي لا ولا قضيه اخرها اللي عملها الحيوان ده اللي هو الهيثم ده سلفي ده اللي بيطلع في التلفزيون عمل بلاغ في الاخر ضدي الازراءه دي هيثم أه طلعت؟ لا اسمه الهيثم سعد أم. وده بقى محامي لزج جدا وارهابي المحامي ده واحد من مكتبه هدد المحامي بتاعي في المحكمه قال له انا هقطع رقبتك انت وموكلك في قلب المحكمه بتاعت مجلس الدوله لان هو عمل لما انا ما انا رفعت قضيه على عشان منع السفر ده لما كنت مضرب عن الطعام رفعت برضه قضيه على وزير الداخليه بصفتي ووزير مصلحه مدير مصلحه الهجره والجوازات عشان هم ما بيسفرونيش من المطار مع ان انا من حقي ان انا اسافر فالمحامي عمل تدخل هجومي في الـ في الـ هيثم سعد ده عمل تدخل هجومي وهو قال ان في للقاضي ان هو رافع عليا مقدم فيه بلاغ للنائب العام بزراع الاديان وان انا عايز اهرب من البلد قبل ما اتحبس. فهو عمل تدخل هجومي علشان خاطر يمنع يخليني انا اخسر القضيه بتاعتي دي، بالمناسبه انا خسرت القضيه. يعني انا خسرت القضيه في الاخر. بس هو في المحكمه المحامي ده تجرأ على ان هو يقول للموكل بتاعي اللي يقول لي المحامي بتاعي يقول له انا هقبحك انت وموكلك ايوه بس ازاي القضيه دي تتخسر القضية دي دي مشكله دي. ان في تهديد امام المحكمه بالارهاب بقتل شخص وما يبقاش في اجراء ده دي حاجه كده يعني اللجنه بس هي قضيه انك انت بتقول انك انت لا هو مفيش اه ما فيش صادر قرار بمنعك من السفر من اي جهه نيابيه فبناء عليه انت ليه ممنوع من السفر المفروض يبقى في جواب ال انا هقرا لك النص بتاع الحكم كان مهزله بصراحه وهم اصلا خلي بالك المحكمه الاداريه العليا بعد ما انا سافرت بعد ما انا سافرت بقى وخلاص الفاس وقعت في الراس المحكمه الاداريه العليا نقدت الحكم بتاع المحكمه بتاعت مجلس الدوله بس انا كنت سافرت وكنت وصلت ايطاليا كمان هجيب لك هجيب لك الحكم نشر الحكم ده في الجرايد رغم ان رغم انهم ما نشروش اي حاجه عن اضرابي عن الطعام او اي حاجه ومنعوا كل الصحفيين انهم عن الموضوع ده وكان في صحفيين اصدقاء ليا حاولوا يكتبوا على الموضوع ده والرسائل التحرير في الجرايد بتاعتهم قالوا لهم الموضوع ده ما ينفعش ننشر فيه خالص. ف مثلا يوم السابع نشر تحت عنوان القضاء الاداري يؤيد معنى احمد حرقان من السفر بسبب ترويجه افكارا دينيه هدامه. يقول لك ايدت محكمه القضاء الاداري الدائره الاولى حقوق وحريات قرار معنى احمد حرقان من السفر واكدت قانونيه قرار الجهات المعنيه بعدم السماح له بالسفر ومغادره البلاد. الجهات المعنيه اللي هي الامن الوطني. وذلك في الدعوة رقم كذا لسنة كذا وأشار الهيثم سعد المتدخل في القضية اللي هو المحامي المتدخل الهجومي ده إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري استند في رفضه لطلب حرقان بالسماح له بالسفر إلى ما تم تقديمه من مستندات وخاصة التي قدمتها الجهات المعنية والتي تفيد بقيامه بممارسة أنشطة ضارة وترويجه لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصالح الدولة العليا ونظام الأمن العام والتي من شأنها إثارة الفتن بالبلاد وذلك من خلال تواصله مع جهات أجنبية. تخيل شفت الكوكتيل ده؟ شايف الكلام ده ينفع يعني ينفع يكون ده حكم محكمه شايف المهلبيه اللي في الموضوع شايف كميه المهلبيه اللي في الت... في النمليه <applause> حاجه صعبه جدا يعني آه، لكن المحكمه الاداريه العليا جت بعد كده وانا بقى... ونشرت الصحافه برضو الم... الم... الموضوع ده ال عنوان بعد هروب غير المشروع المحكمه الاداريه العليا أه تقضي بالسماح لحرقان بالسفر يعني هل معنى كده هو انك انت لو ما كنتش سافرت كان من الممكن هتسافر بشكل طبيعي ولا لو ما كنتش سافرت ما كانش هيطلع القرار ده؟ انت هتطلع المحكمه ده ده ما كانش هم هم الفكره في ايه دلوقتي؟ الفكره دلوقتي ان انا ده اجراء لازم يعملوه ليه؟ لان انا أه كده بالحكم ده انا ما اقدرش ارفع عليهم قضيه في المحكمه الدوليه. ما اقدرش لان يعني في محكمه في بلدي انصفتني فعلا. محكمه اللي مح... هي المحكمه الاداريه العليا. فانا حاليا في اوروبا لو رحت مثلا دلوقتي المحكمه الدوليه رفعت عليهم قضيه مش هتتقبل، ده يقول لك انت اصلا المفروض ان انت بتس... بتخلص تستنفذ كل مراحل التقاضي في بلدك انت ولما ما تجيبلكش حقك تيجي عندنا فدلوقتي المحكمه الاداريه العليا آه حكمت لك فهي ملعوبة يعني لكن أنا لما كنتش سافرت كان المحكمة الإدارية العليا برضه حكمت بإن أنا ما سافرش لأن كل دول كل... لأن اللي بيشغل دول هم اللي بيشغل دول يعني للأسف يعني. طبعاً أنت ال... 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 الواحد ما ب... مش مبسوط وهو بيقول كده. وأن المفروض القضاء يكون أعلى من كده بكتير بس للأسف ده وضع البلد من وجهة نظري يعني. وأتمنى أكون غلطان. <applause> طب انت ايه هل تفتكر لقاءات تانية لان في مرة انت برضو كنت بتعمل فيديو ودخلوا عليك وخدوك اثناء ما بتعمل الفيديو يعني انت رحت معهم كم مرة يعني في كم سنة ورحت لا هي هي المرة دي كم مرة هي المرة اللي خدوني فيها وانا بصور الفيديو دي هي المرة اللي انا انا بحكي لك عليها دي آه يعني انت فضلت كام سنه في مصر تعمل فيديوهات هي بس المره هي المره دي على الهواء دي هي المره دي هي المره دي اللي اخذوني فيها في كام سنه؟ 11 سنه اه مم. وبعد كده هو انت بتعمل الفيديوهات بتاعتك القلق كان انت كنت قلقان من الناس لكن طبعا بتغير محل اقامتك لكن انت عارف ان هم عارفين انت فين آه. آه بس انت كانت بتجي لك تهديدات كان بيجي تهديدات بس مش منهم طبعا يعني اكيد لا يعني بي... اصلا كبدي... من الناس يعني من السلفيين م. الارهابيين من المتحمسين وهو دول آه. الخطر الحقيقي في الاخر خطر اه خطر وانا ما كنتش ب... يعني ما كنتش بشوف اي حمايه ليا طبعا استثنائيه يعني اطلاقا آه... يعني كنت حمايتي دي مسؤوليتي انا الشخصيه يعني الحكومه مع ان في في الوضع الطبيعي وضع زي ده المفروض ان الحكومه لا بس يعني انا هقول لك لان انا ما اعرفش انا بسال يعني بس هل انك انت لو جرت لك حاجه وانت شخص كنت مشهور ما كانش ده يحط الدوله في حرج يعني هل من الممكن ان هي كانت بتحميك لان مش عايزه حرج انك انت ما هو اليوم يعني يجري اغتيالك هتبقى يعني حاجه برضو في شكل البلد يعني. وحصل موقف قبل كده ال... احنا تعرضنا لاعتداء في وسط البلد في القاهره الواحد بلطجي بس اتضح ان هو شغال في الشرطه يعني أنه هو امين امين شرطه اصلا لما... وطبعا الحادثه دي كان فيها كنا ثلاثه من الملحدين كنت انا موجود ومعايا اثنين تانيين واحد منهم كنا اربعه كنا اربعه فانا هربت وواحد تاني هرب عشان نبلغ وبلغنا النجده الشرطه عشان تيجي تنقذ الاثنين اللي في ايد الناس لان في البلطجي ده طلع وقف وسط الناس قال لا اله الا الله الله اكبر الناس دي بتقول ما فيش ما فيش رب بتقول ما فيش ربنا وقعدوا يهيجوا الناس علينا فطبعا الناس اتلمت فانا ديلي في اسناني وجريت بسرعه الصاروخ من كتر الرعب و... و... والتاني ده جاء جرى الشاب التاني ده جاء كان اصغر شويه وبعدين الاثنين التانيين بقى وقعوا في ايد الناس دول واحد منهم قطعوه قطعوه حرفيا يعني خلوه كل... كله كله أه... هدومه كلها اتقطعت بالسكاكين وجسمه وعمال وب... وب... ما وصلت الشرطه بس هو ما ماتش يعني وبعدين رحنا كلنا لاسمه ده بينزف كده وراح الاسم هو كده ما ودوش المستشفى قعدت اقول لهم ودوه المستشفى يعني ودوه المستشفى محتاج يروح المستشفى هم كانوا بيضغطوا في الشرطه علينا علشان خاطر نتنازل عشان احنا عملنا محضر ضد الراجل اللي عمل كده والراجل ده اتضح ان هو معاهم من الاسم نفسه امين شرطه و وز... وامين وز... الشرطه ده هددنا قال انا لو انا, أنا... قال لو ما تنزلتوش عن المحضر قدام الضابط لو ما تنزلتوش عن المحضر ونزلت التخ... وحننزل مع بعض تخيبه وانا هذبحكم فتخيل ده قدام الظابط في اسم الشرطه حصل يعني بعد كده عرفت ان هو الولد ده اصلا امين شرطه مش ب... مش مجرد بلطجه فدي من القصص اللي هي بتقول لك مش يعني م... مش كنا متعرق... يعني بيتم حمايتنا وهو الولد ده فعلا احنا تحت تحت, تحت الضغط بتاع ان الولد ده اصلا بينزف وجريح آه... قررنا ان احنا نتنازل فعلا عن المحطة أنا 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 ما خدتش القرار ده، التانيين هم اللي خدوا القرار ده، أنا ما خدتش القرار ده. يعني القرار ده كان ما كانش قرار أنا أصلاً ما كنتش هتنزل أبداً على الموضوع ده. لكن علشان الولد ده وعلشان التانيين اللي معانا آه. برضه لا خدوا. وعشان الواد ده يعني وهو يعني أنا يعني لو هيبقى أه أه, آه. عشان الشاب ده عشان الشاب ده هو كده هو سبق وحصل كده هو لأن في شخص هنا بيكتب عن الغوغاء وفعلاً الغوغاء مخيفين. يعني اللي حصل مع حسن شحاته الشيعي ده حصل إيه؟ من الناس يعني من الناس طيبه إيه يفترض طيبه يعني بين قوسين يعني الناس اقصد ال... الناس العاديه اللي هو يعني جابوه من بيته واول ما بدا الضرب والسحل تيجي الناس كلها تجامل لحد ما مات الراجل في ايديهم مات من ايه؟ من الضرب يعني ف فده شيء يعني شيء. المره الثانيه اللي تم احتجازنا فيها تم احتجازي انا وزوجتي ساعتها بس ده ما كانش من الامن الوطني ده كان من الشرطه لان احنا تعرضنا لمحاوله اغتيال وبعدين في مكان وكنت هموت في المره دي واتصبت بس يعني الضربه كانت بالسيف في دماغي تحديدا وانا تلقائيا بايديا عملتها صدتها خدت الضربه على ايديا انا طلعت اجري مرات ساعتها طلقت دلوقتي استخبت في في صيدليه جنب المكان مباشره هي اول ما حصل الموضوع دخلت الصيدليه كانت على اليمين دخلت هي جوه والناس قفلت عليها لان الصيدليه دي كان صاحبها قرايبك. آه... امال <applause> برافو عليهم شيء جميل. آه. 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 اه طبعا اه لا كويس ان لسه في بني ادمين. اه أيوة. طبعا. واحده مزعوره آه. آه. وساعتها براتي كانت حامل كمان وانا جريت لا الوي على شيء مش عارف انا رايح فين المهم ان انا جريت بدافع الخوف لان انا شفت الموت بعناية ناس مسلحين باسلحه بيضاء والعين هدومهم من فوق كلها العين هدوم اجسامهم باينه كده مستبيعين زي اللي في الافلام في السينما كده اه هم عاملين لنا كمين وانا اصلا مش عارف ان عاملين كمين بس انا وانا نازل من البيت لقيت حاجه غريبه وجد لقيت في ناس متجمهرة قدام البيت وبعدين يبصوا لنا كده واحنا ماشيين كانهم عارفين ان احنا رايحين لحتفنا الناس دي جيراننا جيراننا كانوا عارفين ان في كمين معمول لنا قدام شويه وكان قدام شويه على بعد 500 متر من البيت يعني ما حدش لازم... قال لكم حاجه يعني لا لا ما حدش نبهنا لا قاعدين يبصوا لنا كده بس شايفيننا رايحين لحتفنا ولما وصلنا للمكان بتاع الكمين ده الرعب بقى يعني ما اقولكش الرعب بقى الله اكبر يا كافر يا واخد بالك اه الله اكبر صوت مرعب وجو مرعب انا بصراحه وما فجوتش لو الضربه دي بتيجي وصدتها وانا مش فاكر اي حاجه غير ان انا لقيت نفسي في نقطه الشرطه كانت قريبه من المكان انا ما كنتش عارف مكانها اصلا ولا عارف ان في نقطه شرطه كده ولا اي حاجه انا لقيت نفسي بجري يمين في شمال في يمين في اي حاجه بهرب من الناس دي والناس ورايا بتجري لقيت نفسي في نقطة دخلت في نقطة الشرطة هم داخلين ورايا في نقطة الشرطة العساكر وقفوا لهم كده بالسلاح وقفوا لهم بالسلاح كده وهم واقفين قدام الشرطة متجمهرين معاهم السيوف والشرطة واقفة بالسلاح كده وبعد كده راحت الشرطة بعتت جابت مراتي من الصيدلية كانت مستخبية فيها دي ونزلوا فينا بقى أبناء الشرطة والظباط أنا ومراتي ضرب فرمونا طبعا كتفوني انا خلفي و... و... وفربونا من الضرب ضربونا وانا خفت عليها قلت لهم طب ما تضربوهاش في بطنها عشان هي حامل انا فاكر اللي هم بيضربوكم ليه؟ ده انتوا بتحتموا بيهم نحتمى بيهم يعني انتوا ايه قضيتكم بالنسبه للشرطه دربونا ايه قضيتنا؟ ضربونا ضرب بشع ضربونا ضرب بشع انا مكبل كده ومش عارف ادافع عن مراتي كمان وضربوها وقلت لهم طب هي حامل فهم ضربوها في بطنها والولد امين الشرطه بيقول لي يعني هي هتجيب ايه غير غير كافر نجس زيكم لو هي خلفت واتحرشوا بيها بالالفاظ وأقذر طريقه ممكن تتخيلها قعدوا يصفوا اعضائهم الجنسيه وطولها ويعملوا ويتكلموا على كلام قبيح جدا علشان يؤذوني انا من خلال الكلام ده اهانتهم ليها بالشكل ده وهي برضو كانت مندفعة جدا الظابط بيقول لها انت مسلمة يا بيت او حاجة زي كده فقالت له انا مش مسلمة وما أني ان ابقى مسلمة فطبعا هو جن الظابط جن ايده عامل زي برزاب راح جاي قطعها قلم على وشها لوالها راسها خالص انا قلت لها انت يا بنتي هتموتي نفسك يعني ارحميني انا لو انت مش عاوزه ترحمي نفسك ارحميني انا يعني ارحميني انا يعني مش سهل ان الواحد يشوف يعني مراته بتعمل بتتعامل فيها كده يعني وده من اصعب ايام حياتي المهم انت نويت امتى تفكر بجديه انك انت تسافر؟ سافر فين؟ اه انا ما فكرتش اسافر بقى الا بعد ما يعني بعديها بسنين الموقف ده حصل في 2014 انا فكرت اسافر بقى بعدين في 2019 لما تعرفت على يعني امراه من تونس يعني انت ليه بعد التجارب دي مم. المرعبه مم. وانك انت يعني مش بس انك انت في ناس من الممكن ان هي تتبرع برفع قضايا م. والغوغاء من الممكن ان هم يتعرضوا عليك بلطجيه بالشكل ده ويوم ما هتلجا للشرطه مش هتحميك هتكمل عليك م. وممكن ما هو اسوأ من ذلك م. ليه آه ما فكرتش تسافر قبل كده؟ انا اللي حصل ان انا انتقلت للقاهره سبت اسكندريه حاسس دي كانت في اسكندريه في شارع الحنفيه في اسكندريه في العجمي بطاش وما رجعتش انا للسكن بتاعي ده تاني ما أقدرش ارجع ليه يعني ناس ناس عندها شهامه و... وشجاعه من صحابي راحوا جابوا لي العفش آه... من قلب ال... من قلب البيت رغم الخطر ده كله لكن يعني ناس نبيله يعني شخص نبيل راح بطوله راح جاب الحاجات دي و... ونقل الح... نقل الحاجات بتاعتي للقاهرة آه وبعدين قعدت آه... في أتنقل في القاهرة شوية عشت في اللوكندا شوية وقعدنا في... 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 في, م... في 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 أماكن مختلفة يعني لحد ما في الآخر آه لما بنتعرف أو بتعرف أنا شخصيتي فبضطر أنقل. رحت برضو قلت اسكن في شبرا لان اغلبيه سكانها مسيحيين لكن برضو كان في خطوره شديده على ال... على الناس اللي كنت ساكن عندهم اكتر من مره فنقلت في الاخر نقلت لغرداء لما رحت الغردقه حياتي اتغيرت في الغردقه يعني دي محافظه سياحيه متامنه كويس جدا الناس اللي بتروح المحافظه دي عشان تعيش فيها مفروزه يعني تقريبا فما كانش في خطر عليه سنه كامل الغردقه رحت في اول 2015 يعني الحادثه بتاعه محاوله الاغتيال دي كانت في اكتوبر 2014 انا رحت واحد في يناير 2015 كنت في الغردقه الباقي ده كنت في القاهره بحاول الاقي مكان اقعد فيه يعني من الغردقه قلت لا يبقى كده من ممكن ان انا استمر في مصر الغردقه وضع مستقر وكده هو او يعني عشمت نفسك بالوضع ده اه انا في الغداء كنت مستقر ما عدا الموقف ده بتاع الامن الوطني اللي هم في 2017 ده ما عدا محاولات منع من السفر برضو كل حاجه كانت تمام يعني ما كانش في يعني مضايقات تذكر يعني او مضايقات يعتد بيها يعني يعني عشان كده وبعدين أنا... في الغردقه ولا كنت مشهور اكتر من انك انت من الممكن ان حد يشغلك دي مشكله بقى ان انا أكيد في ملحدين في الغردقه يعني اه طبعا في ملحدين كتير في الغردقه أو... وفي ملحدين كتير في مصر كلها وانا برضو كنت باخد شغل في من ملحدين في, القاهره او في ال... او في اسكندريه كنت باخد شغل تشطيبات وحاجات زي كده من ناس ملحدين بنفذ لهم الشغل بتاعهم لان برضو مع... معروف لكن في الغردقه الوضع كان صعب ماديا شويه لكن لكن كانت ماشيه يعني كانت ماشيه يعني عملت برضه مشروع كده ومشيت فيه شويه في الغردقه أم يعني اموري كانت ماشيه نوعا ما ما كانتش سيئه كنت مستقر انا كنت كمان انفصلت بقى يعني في 2016 انا انفصلت عن زوجتي واتطلقنا وكده فكنت عايش لوحدي يعني ما عنديش مسؤوليات كتير او كده كنت عايش مستقر يعني ببدا يومي الصبح كنت بروح البحر كتير كنت ب... عندي كلاب وقطط وبتاع وكنت عايش مبسوط يعني ال... يعني فكره ان الواحد كان بيتكلم من جوه مصر دي كانت كنت 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 متمسك بيها جدا. كنت كنت متمسك بيها جدا جدا يعني. كنت متمسك بيها ليه؟ لان في شبهه دايما ان اي واحد ملحد يبقى بيتمول فانت عايش في مصر في الفقر والمعاناه دي كلها بتنفي عنك تهمه التمويل. ولا تهمة العمالة لدولة أجنبية، ولا إنك أنت بتعمل كل ده بس عشان تخرج من مصر، فتقول لهم لا أنا موجود، يعني لو في تمويل يبقى معروف للدولة وكانت مسكتني فيه، لو إلى آخره، ولو عايز أسافر أدين أنا موجود، فيعني هي كانت من باب إنك أنت فرحان بنفسك يعني بمعنى الإيجابي إنك أنت صحيح يعني نفسك على إنك أنت على المبدأ ومستعد إنك أنت تدفع ثمنه فيعني بتبص لنفسك بنظره احترام لنفسك ولا عشان تنفي الشبهات الشبهات اللي بيقولوها عليك لا لا الكلام في مصر ده كان بيدي امل ان ان احنا بلدنا ممكن تتغير ويشجع ناس كتير ممكن تتكلم هي كمان يعني في ناس كانت بتتكلم وكان وانا كان كلامي بيشجع ناس ان هي تتكلم كتير ومن الداخل يعني وكان ده مؤثر اكتر ان انت بتتكلم من داخل مصر يعني بيدي امل للشباب ان البلد دي ممكن هم يعيشوا فيها وهي وتتغير مش كل واحد يعني لديني يبدا يفكر في السفر او اللجوء او كده يعني ده كان مهم بالنسبه لي وكان الفكره دي موجوده عند شريف جابر برضو ساعتها يعني شريف جابر في الفتره دي سافر المانيا وانا قلت له اقترحت عليه ان هو يفضل هناك في المانيا ما يرجعش مصر يطلب لجوء ويقعد هناك يعني أأمل له لان هو انا بشوف الناس بتتكلم عليه ازاي يعني بشوف الناس بتتكلم عليه ازاي آه. آه. يعني في ناس كانت بتقول لي كده بالحرف الواحد احنا ممكن يعني احنا نتعاطف معاك انت او من كده لكن شريف لا من كتر لان شريف ما اعرفش مؤثر اكتر بيتضايقوا منه ليه ما يعني سلفيين بالذات يعني اه يعني انت مش اللي قالوا لك كده مش ال... مش جهات في الدوله اللي قالوا لك كده السلفيين السلفيين اه من... ال... يمكن عشان انت كنت منهم مش عارف يعني مثلا أه. شريف وليد اسماعيل قالها لي وليد اسماعيل قالها لي بالحرف قال لي انا انا, أنا... كنا ماشيين مع بعض انا وهو وانا كنت ملحد وهو مسلم ونتناقش وقعد بقى اتكلموا بمنتهى الجرأه وبعدين هو قال لي على فكره انا انا لو شفت شريف مش هسيبه تخيل يعني فانا فانا كلمت شريف قلت له انت احسن لك تفضل في المانيا قال لي لا احنا وجودنا في مصر ما نتكلم من مصر اقوى قبل ما يقرر هو كمان يمشي لان هو قرر يمشي لان هو مش حاسس بامان حتى من ال... من الدوله نفسها يعني. لان هم برضو بهدلوه يعني هو كمان اتاخد شريف وتبهدل يعني انت لغايه دلوقتي ما فهمتش ليه الشيخ ده بيقول لك ان احنا من ممكن نتساهل معاك لكن مع شريف جابر لا لو شفته هموته. اه قال لي لو شفته مش هسيبه. وانت <applause> ما قدرتش تعرف ايه السبب؟ ما اعرفش، مش عارف، آه ما اعرفش، مش عارف. مش عارف. ما اعرفش. بس هو اصلا يعني انا بقول اكتر من شريف كمان. يعني انا بقول اكتر من شريف حقيقة دي. الابراهيم المصري بيقول احتمال السخريه، لانك انت برضو بتتكلم بجد. هو اه هو 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 مؤثر، هو مؤثر ومؤثر ومؤثر يعني. هو مؤثر، بتمنى غير موضوع التاثير، ما انت برضو يعني معروف كنت ومؤثر وكده هو، بس هي فكره طريقه تناول الموضوع. المقاطع اللي هي المقاطع بتاعته توجعهم جدا. ممكن حته السخريه حته السخريه ومقاطع معموله بشكل شيك ومونتاج وكلام من دوت ده مؤثر في الشباب وده بيضايقهم ممكن طيب قبل يبقى نخليها في حلقه جايه موضوع المغامره الكبيره اللي, اللي انت عملتها ووصلت بالسلامه منها يعني لايطاليا واللي يعني كانت هي مغامره بمعنى الكلمه لان كان في احتمال كبير جدا يمكن الغالب انك انت تختفي ومحدش كان هيعرف في الوقت ده انا كنت هموت انت... اكثر من مره انا اصلا ما كنتش ما كنتش رايح ايطاليا ولا في دماغي انا اسافر ايطاليا خالص اطلاقا يعني انا كنت رايح تونس تحديدا موضوع ايطاليا ده جه بعدين يعني بقى في مرحله لاحقه في تونس جت فكره ان انا اسافر ايطاليا بالطريقه اللي انا سافرت بيها دي تمام يبقى المره الجايه تقول لنا وكمان يعني حكايه تونس القوانين في تونس يعني هل كنت شعب بالامان كان من الممكن تستقر في تونس ولا يعني لا كانت الافضل انك انت تروح اوروبا مش هيبقى في امان غير في اوروبا حابب تقول ايه على المرحله دي يعني لو ليك اي ملاحظات حابب تقولها في ختام الحلقه يعني المرحله دي كانت صعبه جدا في كل تفاصيلها يعني في كل يعني عانيت فيها معاناه شديده جدا 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 أه أه انا أه يعني تجاوزت المرحله دي لكن طبعا سايبه اثار كثيره فيا في يعني يمكن سببت لي برضو اكتئاب يعني برضو لان الظروف دي كانت اكبر من ان انا اتحملها يعني أه في اشخاص كتير كويسين قابلتهم في في الفتره دي في المرحله دي حتى لو كانوا برضو متدينين يعني من المسيحيين ماهر ماهر صمويل وهو طبيب نفساني وهو يعني لطيف جدا وخلوق جدا معايا وهو تطوع بان هو يساعدني في موضوع الاكتئاب ده من غير مقابل وفي الأخر قال لي أنا مش هكتب لك دواء لأن الظروف اللي أنت بتمر بيها دي يعني تسبب اكتئاب ف... فأنت ما عندكش اكتئاب بسبب المرض ال... أنت عندك اكتئاب بسبب الظروف وأنا أتمنى يعني لو كنت أقدر أغير ظروفك يعني <applause> لكن كتب لك أدوية الأدوية دي كانت كويسة <applause> ما كتبليش انا غيره كتب لي ادويه هو مرضوش ما رضاش يكتب ادويه قال انا يعني أ... أن الادويه برضه مفيده حتى لما بيكون الاسباب اسباب نفسيه مش بالضروره كيميائيه وكده انا ممكن اكتب لك ادويه بس انا شايف ان انت هو دكتور ماهر ما كتبليش ادويه بس غيره كتب لي ادويه انا خدت ادويه كتبها غيره يعني وانت وأن اتعرفت ازاي على الدكتور ماهر انت اللي اتصلت بيه ولا حد كان وسيط قال لك من الممكن هو أي... حد... حد كلمني من, من طرفه يعني أخ كلمني من طرفه وقال لي لل... يعني الدكتور ماهر عايز يقابلك وكده وحتى أنا قابلته في الغردقة يعني <hesitation> قال... يعني قال لي هو جاي الغردقة فهو يقابلك ولما يجي لما يجي الغردقة يعني أي وقت ممكن يعني تقدر تقابله يعني هو لأنه عنده قريب يعني. يعني اللقاء في الأول ما كانش ليه علاقة بين طبيب وشخص لا لا كان ليه علاقة دا. بالموضوع ده هم هم قالوا لي اللي هو عشان موضوع الاكتئاب لأن أنا كتبت عندي على الفيسبوك عن عن الاكتئاب أنا كتبت عن موضوع الاكتئاب ده وهم كلموني لي الدكتور ماهر قرأ البوست بتاعك عن الموضوع الاكتئاب ده وهو عند ولما قابلته لقيته شخص نبيل جدا يعني ومتفهم جدا و ومتفهم الحجج الحديثة وما فيها كتير يعني قابلت غيره من هل ولا كان بيتجنب النقاش في الامور دي بيعتبرها امور شخصيه؟ لا كنا بنتناقش لكن هو يعني ما ما حاولش ان هو يقنعني بوجهه نظره هو سمع مني واكثر وجهه نظري انا وقال لي ان انا يعني هو اظهر لي ان هو عنده استعداد ان هو يتقبل وجهه نظر دي حد من اهله اللي هو اللي سلطه عليهم يعني تبنى الافكار دي وهو ما يعني ما ما وقفش قدامه او حتى ما قالوش تخلى عنها يعني وكان بيقول دي يعني يضرب لي المثل ده على ان هو المساله عنده ما مش بالعافيه يعني يعني المساله دي واي انسان قابل ان هو يعني الناس اللي قابلتها برضه زي هو سامح موريس لكن انطباع عنه مختلف عن ماهر خالص يعني لان سامح موريس انا ضقت منه جدا 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 يعني بسبب إن... ازاي يعني؟ يعني لما تكلمنا هو كان بي... بي... بيقاوح بشكل سيء جدا درجة ان هو لما جاي يتكلم عن المعجزات انا قلت له يعني حضرتك شفت حد آ... كان ايده مقطوعة مثلا ونبتت له ايد تانية ب... ب... كمعجزة يعني ولا هي بس المعجزات بتحصل في اطار الممكن أس... اساسا فقال لي لا انا في حد كان ايده اتقطعت وطلعت صوابع فانا ضايقت منه جدا عشان بيجذب. زهقت منه جدا عشان بيكذب وما رضيتش اقول له حاجه وما رضيتش اعقب على كلامه وسبته ومشيت يعني. بعد ما قال لي كده. ايوه لان يعني ما هي هو عارف يعني هو متخيل انك انت هتصدق ما هو عارف ان هو كذاب. هو عارف ان هو كذاب و... 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 واحنا اتنين عارفين ان هو كذاب واي حد عارف ان هو كذاب. لكن هو يعني ايه كان عايز يبشرك يخليك مسيحي يعني. لا هو الفكره ان انا اصدقائي المسيحيين يعني يعني, يعني عرضوا عليا ان انا احضر زي حفلة كده كانت عاملينها الإخوة الإنجليين وكان مستضيف فيها سامح موريس من ضمن الناس اللي استضافوهم وهو كان قاعد على المنصة فقاعد يهزي كده حوالين قصة آدم فقال كلام ما عجبنيش فأنا رفعت إيدي عشان خاطر أعمل مداخلة أطلع أتكلم أرد على الكلام ده أو أقول له إيه الهباب اللي أنت بتقوله ده وجهة نظر يعني فهم قالوا لي إحنا ممكن ناخد لك معاد معاه لكن مش هينفع تطلع تقول الكلام يعني ت... اه لانه في الاجتماع ليه نظام ما فيش نقاش في واحد بيعز أو... واحد قاعد على منصه هي حفله اصلا هي حفله آه. وقنوات بتصور وكلام من ده انا قلت استغل الظروف يمكن في القنوات دي كلمه كده تطير هنا <applause> فهم فهو مردوش طبعا فبس قالوا لي احنا ناخد لك ميعاد معاه فقلت لهم ماشي فاخدوا لي ميعاد معاه بعد تاني يوم اتكلم في الميعاد ده فقعدت تناقش نقاش في الدين يعني الميعاد ده كان فين؟ في الغردقه فانا ضايقت منه جدا بسبب الطرح بتاعه ده وبعدين قال لي يعني قبل ما يقول لي حكايه الايد ديت اللي تطلع فكان بيقول لي ان في مؤامره في المجتمع العلمي على نظريه التطور دي مؤامره لصالح التطور ف... فمش عارف اقول له ايه يعني هو يقول له عليه دكتور سامح موريس تقريبا او حاجه زي كده ما اعرفش انا مش عارف اقول له ايه يعني يعني عايز حد يضربه بالشبشب ده ضايقني جدا والله ضايقني جدا لما كذب كمان في حكايه الايد دي ضايقني جدا جدا يعني من الناس الجميله جدا وتوفي من توفى من يومين يعني شخص جميل رائع جدا هنري بولاد شفت هنري بولاد اه طبعا اه طبعا شخصيه جميله شخصيه جميله جدا جدا وقابلت شخصيات تانية كاثوليك في الجزويت يعني في لا الجزويت حاجه تاني يعني او الكاثوليك إن... يعني في منهم ملحدين شخصيات دينيه بس ملحدين <تصفيق> 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 بس الموضوع ده بينا مش بينا قوي يعني بس هو هنري بولاد يعني كان بيقول ان الحد ده بركه يعني الحد بارك لان هو يعني بيحطم الاصنام هو يعني حتى انا حاطط البوست ده واخده من صديقنا العزيز باسم الجنوبي هو في تصور هو بيحاول يبرر كده للناس المؤمنين ها واحنا مش بنفتش في النوايا يعني بس هو يكفي ان هو في حته ان هو يعني بيقول للجماعه المؤمنين ما تستعلوش بالدين بتاعكم، ممكن الملحد يكون افضل منكم، ممكن يكون اقرب الى الله على الاقل هو ما حولش الدين الى اله بيعبده، فبيبقى بيعبد الدين مش بيعبد الله، هو من الممكن يكون في اخلاص في البحث عن الله، هو اقرب لله الله من من المؤمنين اللي تحولت عبادتهم الى عباده اصنام وشكليه ما فيهاش اي روح، لكن برضو داخل البوست بتاعه او التصور بتاعه، ما اعرفش يعني هي فكره كده هو مدى تصديقه هو بيها ما معرفش هي فكره ان دايما الملحد ما ملحد اصيل يعني داخل كل شخص ملحد هو جواه مقتنع ان هو في الله موجود ولكن مش هو الاله بتاع الاديان يبقى اذا مشكلته هو مع شكل من اشكال الالوهه اللي صنعتها الاديان مش مع الله اللي المؤمنين ربما برضو ما يعرفوهوش واللي تصور الملحد عن الله بينزهه عن الخروقات والتخاريف بتاعت المؤمنين فيعني هي فكره تصور ان دائما ما فيش ملحد اصيل دي برضو عجيبه يعني فضل. انا مره كنت قاعد انا يعني في وسط جامعة يعني او زي حاجه زي مؤتمر او حاجه زي كده هو عاملها وانا كنت قاعد معاه وكنت انا قاعد جنبه وكان قاعد معانا ناس مسلمين وكان قاعد ناس ارثوذكس وقاعد ناس زي كده الحاجات دي الاجتماع ده كان مصور بالفيديو فهو قال يعني ان ان العلم من الحاجات والراجل الرزقسي الراجل الدين الرزقسي ده قام وقف فطر لما قال وقال لك العلم طبعا مش متوافق مع الدين الدين مش متوافق مع العلم اطلاقا وبعدين قال احنا لازم نتعامل معاهم بشكل منفصل دي باكج ودي باكج ما ينفعش نتعامل معاهم آآ 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 يعني آآ آآ بنديه او بن او ن... لا. ان لا ، وساعتها هو كان هو عن... مؤلف كتاب هو بيناصر بي فيه التطور يعني فهو فتح الكتاب ده على صفحه كده فيها سوره قرد وراح جاي قايل للناس قال ده, اللون ده ابن عمي ابن عمي وطبعا قال كلام جميل في حق الملحدين برضه وقال الملحدين دول يعني ما بيكفرهمش طبعا يعني على الاقل فليروح السلام زي ما بيرقد في سلام ايوه ما هي المشكله هي في الواقع هي مش ان الناس تبقى ملحده ولا تبقى مسلمه ولا تبقى لان لو احنا علمانيين فعلا وبتاع حقوق الانسان فاحنا مع حق كل شخص في ان هو يعتنق ما يشاء ما هو بيرتاح ليه ودور العباده بتاعته والطقس بتاعه مصونين من الدوله اللي هي على مسافه واحده من كل الاديان لكن ده حق اساسي واصيل لكل شخص الفكره هي ان الاديان هي اللي بترفض بترفض الاديان الثانيه وبتمارس الاستعلاء على حسب طول التل والقوه والسيطره بتاعتهم. والعلماني من حقه زي ما انت من حقك تبشر ومش بي... وما بيعترضش على انك انت تبشر او تدعو هو من حقه كمان ان هو يعبر عن رايه، الاديان هي اللي مش عايزه كده. فهل واقع العداء هو من طرف واحد؟ صحيح. ولا ايه تصورك؟ لا صحيح صحيح. صحيح. اتمنى ان كل رجال الدين يبقوا زي هنري بولاد. من قلبي يعني انا اعرف برضو رجال دين كويسين الحقيقه زي ما بيقولوا انا اصل هو انا مش قادر افهمها يعني انا فعلا اعرف ناس زي ما بتقول يعني مش مش بالضروره يعني ممكن يكونوا ملحدين لكن في ناس برضو متدينين يعني كاثوليك بس هم قادرين يوفقوا بين ان من الممكن الكتاب المقدس او الكتب اللي بيقولوا عليها مو بيه من الله فيها اخطاء جغرافيه وتاريخيه وعلميه الى اخره وما فيش مشكله ليه؟ لان دي الجزء البشري اللي صاغ ودون وحفظ هذه الكتابات لكن الفكره نفسها هي فكره من الله اللي عبر عنها الانسان فالاخطاء تعود الى الانسان لاخطاء علميه حتى لو وجدت في الكتاب ولكن الفكره الفكره الروحيه وفي ارتقاء البشر نحو التصور الافضل لله بما يتناسب مع ارتقائهم فهم بيصوروا في الاخر الله على شبههم ولكن الفكره بترتقي مش معنى كده ان احنا ملتزمين بها لكن من داخل هذه الكتب من ممكن نلاقي افكار نيره وجيده عن الله وموضوع العلم لا العلم ده ليه مجاله والدين ليه مجاله فالدين لما يجي يكلمنا عن ادم فهو بيتكلم عن فكره بينما العلم ما ينفعش يقبل ادم ولا طريقه خلق ادم الى اخره وهم م... م... يعني انا مش قادر افهم يعني انا بقول لك وجهه نظرهم كده هو بشكل يعني محايد جدا وموضوعي جدا حتى لو جه واحد كاثوليكي مش هيقول افضل من اللي انا قلته بس في كاثوليك رجال دين كاثوليك اصلا ملحدين في يعني مش يعني انا وفي مؤمنين بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي في كده وفي كده صح صح آه. بس هو اعرفش حتى حتى من جا... يعني اللي هو اللي هو لا نفسه راجل دين دي شغلته ودي دراسته طول عمره مثلا هو ليه ما... يعني هو بيحاول على اي على قد ما يقدر يصلح يعني من غير ما يجاهر بقناعاته الحقيقيه يعني في الحقيقه لكن في في اوروبا بقى الموضوع ده يعني في السويد مثلا تلاقي فعلا الرجال دي ملحدين رجالين كاثوليك ملحدين في كنايس أنا أعرف مدرس لاهوت وحتى في مدرس لاهوت في جامعة بتطلع قساوسة وبيدرس الأبائيات هو ملحد وهو يعني بيقول أن الملحد وهم عارفين ملحد يعني ما بس هو ده تخصصه يعني تخصصه. هو مدرس تخصص لأنه قوي جدا في الأبائيات وكده هو يعني أستاذ أستاذ نعم آه كتير. آه. كتير بعد كده الدين ده هيبقى كده بقى الدين ده رجال الدين هيبقوا رجال الدين اللي هم فاهمين ال... الدين كويس لكن مش مؤمنين بالله واليوم الاخر. هتبقى جامعات زي ما بندرس الاداب زي اداب انجليزي، اداب فرنساوي، اداب فلسفه، اداب جغرافيا، يبقى في اداب دين بس في اداب في قسم البلح في قسم البلح في قسم البلح ايوه حطوه شكرا ليك صديقي الغالي احمد حرقان سعيد انك انت ابتسمت في الاخر. شكرا <applause> آه شكرا يعني اتمنى ان انك انت اتكلمت ده ما يسببلكش اي ازعاج بالعكس يعني انك انت ممكن تحس اتمنى يعني انك انت على اي حال هو آه يعني <applause> آه <applause> بتحب تتكلم في الامور اللي حابه تتكلم فيها وفي امور طبعا انا ما بحبش ادخل في امور شخصيه او اي امور شخص مش حابب يتكلم فيها بس يعني اتمنى ان الضيوف بتوعي يعني الضيوف اللي انا بستضيفهم بعد ما يتكلموا ما يحسوش ان هم اتضايقوا ان هم اتكلموا لا لا انا بالنسبه لي لا لا مش حاسس ان متضايقت ان انا اتكلمت ولا حاجه لا بالعكس هو الواحد بيحكي تجربه برضو انسانيه يعني ما يعني احنا بشر في النهايه وما احناش سوبر يعني احنا ناس بشر في, في الاخر صديقي العزيز انت انسان جميل وانا يعني سعيد جدا بإن أنا ألتقي بيك للمرة الثالثة، للثانية عشان هيبقى في ثالثة الحقيقة. تكلمنا عن المرحلة ال. الطريق إلى تونس. تمام. طريق كان طريق الأشواك. والعطش. العطش والرعب والرعب كمان. شكراً ليك أخوي أرنستون على استضافتك الكريمة وهذه المساحة الجميلة يعني. شكرا لمتابعينك اللي هم اجمل المتابعين في الدنيا شكرا جزيلا ليهم الحقيقه يعني الشيء المشجع اني انا واثق انك انت لما ترجع تشوف على الاقل الشات التعليقات م. هتلاقي كلام كتير مشجع ليك والناس فخوره ومعتزه وبتقدر كتير جدا اللي انت عملته وبتعتبر انك انت صاحب فضل عليهم فيعني تاكد كل المعاناه بتاعتك مهما كانت كبيره لكن اثمرت ثمر تعتز بيه ويخليك حتى تبص للي انت شفته انه صغير لان كانت ليه نتائج جميله وليك محبين في كل حته شكرا يعني اتمنى ان الرساله اللي في الاخر دي يعني تملا قلبك ارتياح وتشعر يعني ان مجهودك ما راحش هدر شكرا لك اخويا صديقي الى اللقاء